إحياء ذكرى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم له أهمية كبيرة في تعزيز الموروث الثقافي والديني وترسيخه في المجتمع، وهذا ما يهدف إليه مهرجان البدر المقام في إمارة الفجيرة الذي يستعرض خلال أيامه سيرة النبي الكريم ومناقبه العظيمة. والله شوف، الناس يوم تتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي غالبا تتكلم عنها كأنها أشياء سلبية، أو يغلب في هذه المنصات الجو السلبي أو الفكاهي أو المزح فقط. ولكن أنا من تجربتي وتجربة ناس كثير أعرفهم أن هذه المنصات فيها الكثير من الخير، فيها تذكير، الإنسان يذكر نفسه ويذكر غيره. اليوم البيئة اللي حولك تأثر عليك، سواء أصحابك، أهلك، زملاء عمل، وكذلك البيئة اللي في التواصل الاجتماعي. أنت منو تتابع، منو يتابعك، شو الأشياء اللي تطلع عليك بشكل مستمر. فإذا كانت هي القيم النبوية وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فبلا شك أن الإنسان مع هذه الفيديوهات، مع هذه الصور والمنشورات اللي يشوفها بشكل مستمر، يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤثر في أخلاقه وفي سلوكياته، ويؤثر في تعامله مع كل شيء من حوله، ومع سعادة الإنسان حتى بنفسه وبقيمه وأخلاقه ومبادئه. يقدم المهرجان الذي انطلقت فعالياته في 12 من الشهر الجاري ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه، قدم العديد من مرش العمل الخاصة بالزخرفة والخط العربي وعدد من الجلسات الحوارية التي تعنى في تعريف زوار المهرجان بسيرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. مهرجان البدر الدورة الثالثة من في تاريخ المهرجان. طبعا السنة التقينا أن نشارك الشباب من فئة الشباب في هذا المهرجان في المشاركات الخارجية، في الشعر، في المخطوطات، في كتابة الخط بجميع أنواعه، الجلسات الحوارية اللي اخترناها في حب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أغلبها شبابية. في ابن ورش السنة من خارج الدولة لتعليم النقوش، لتعليم الرسم على المنمنمات، كله في يعني خاصة بحب الرسول، لنوضح لأبنائنا، لنوضح للعالم، للمجتمع أن يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عطرة. ونحن سميناه مهرجان البدر لأن البدر اكتمال القمر أو اتمام القمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني قمر، فلذلك يعني تم تسميته يعني مهرجان البدر. طبعا عندنا معرض مصاحب للمهرجان، معرض يحتوي على مصحف أندلسي نادر في العالم، عندنا فئة المرقعات، عندنا جائزة البردة اللي تابعة لوزارة الثقافة مشاركين في المهرجان، حضور كان كبير الحمد لله لك يا رب في المعرض. نحن مبسوطين من الحضور اللي حصلناه خلال من افتتاح المهرجان إلى يعني اليوم. الحين عندنا جلسة حوارية تحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبنى طبعا أستاذ حمد الشامس يتكلم قصص روائية قبل النوم لأولياء الأمور للأطفال، سرد قصص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ويمكن لزوار مهرجان البدر الاستمتاع بالمعارض الفنية المصاحبة لهذا المهرجان، والتي يشارك فيها نخبة من أهم فناني الخط العربي من مختلف دول العالم، ولوحات من الفن الإسلامي بمختلف أشكالها مثل المرقعات والمصاحف والأعمال الفائزة بجائزة البدر.